طرق سهلة تقدروا نتوما تجربوهم في منازلها. إلى هذا تقدروا تواصلوا معنا، تواصلوا حاضرين معنا مطبخ آلو شيف من خلال الرقم اللي راح يظهر، اللي هو 02 92 94 03 20 70 92 94. هذا رقم فقط راح يكون خدمتكم طيلة اليوم، وكذا الناس اللي ما تقدرش معنا من خلال راهم يقدروا يخلوا تعليقاتهم من خلال البث المباشر اللي راهو في الصفحة الرسمية لقناة الشروق على فيسبوك، اللي تجيبوا على درقة من خلال تعليقاتكم. البث المباشر راهو يجوز في نفس السيت اللي يبث فيه برنامج ألو شيف على قناة الشروق العامة. كما عرفتوا مشاهدينا الكرام، كل يوم خميس نستقبلوا شاف من اللي شاف تاع الجزائر، فاليوم التحقت بنا شاش الخير. مساء الخير إكرام، مساء الخير جميع المشاهدين. دونك سان في بليزير كي جيت اليوم عندكم افان دو بريزونتي مي تيت ريسيت سون سامبل دونك سورتو اقتصاديه وسامبل فوالا. ان شاء الله. شكرا ليلى، وكوني معنا اليس كما نقولوا في دارك كليك تاعك. فوالا دونك لا بروميير اكسبيرونس تاعك في لا تيلي. وي هاي تري بيان، ان شاء الله ما تكونش خيره. ان شاء الله نزيدو نشوفوك معنا هنا في البرنامج. قبل ما نروحوا الوقت، قبل ما تنتنا كوصفات في عدد اليوم، دائما ما نساوش نشكروا لي سبونسور تاعنا اللي حاضرين معنا دائما في مطبخ الو شيف. نبداو دائما بمنتوجات الزيت وكامل لي بيبي دو فروي بكل انواعها اللي تشوفوهم حاضرين معنا. كذلك ودائما مع منتوجات الزيت عندنا الحبوب الجافه بكل انواعها. كذلك منتوج اخر كان معنا الموسم اللي فات ومازال معنا الموسم هذا، اللي هو ماركارين ماني. ماركارين ماني اللي دائما نديروا بها اطباقنا وكذا التحليات تاعنا. معليش هاكا نخليوها الناس يعرفوها. فنروحوا لمنتوج اخر، وهذه المره نروحوا لمنتوج افخوي ولا عصير افخوي اللي جانا هذه المره بمنتوج جديد اللي هو افخوي 100% طبيعي ولا 100% ناتوريل بدون مواد، بدون ملونات وبدون سكر مضاف. مليح لولادكم، كذلك الصغير الكبير بكل انواعه، ليمون عنب تفاح برتقال والبرتقال بالمندرين والجزر وانواع اخرى تلقاوها في المنتوج جول سيسول اللي من الموسم اللي هو كذلك. ومعنا هذا الموسم هذا المنتوج اللي حاولنا ان ندير به عده وصفات ومازال ان شاء الله في الاعداد القادمه. واخيرا نكملوا بالنظافه والتنظيف ومنتوجات امير كلين للتنظيف، حاضرين معنا دائما في مطبخ الو شيف باش نطفو المطبخ تاعنا. اذا نعاود نولي للشيف ليلى ونعاود نرحب بها. مساء الخير ليلى، قولي لنا اليوم واش جبتي لنا كوصفات؟ وي دونك جبت لكم اون سوب او كاروت حساء الجزر. فوالا حساء الجزر افيك دو تون طوماط. اها بالطون جديده هذه. سي سا جوستومون. فوالا اون كيش جات دونك افيك دي فوالا بالقرعه وال avec du fromage bien sûr. C'est ça justement pour faire manger aussi les légumes les enfants parce que les enfants généralement mais ils aiment le qraa ou les carottes. Donc c'est des recettes simples. Oui. صح. وفي التحلية انا دائما تحلية درت لكم دي بروني. داك لي بروني حاجة نحب زي اليوم ناكلو. شفنا اليوم ليلى باش نبداو ليلى بالحساء. وي جو بونس نبداو اليوم فيما يخص وصفات اليوم مشاهدينا الكرام. نعاود نذكركم انه شفت لكم الجزر عفوا وكذا كان طون يعني حاجه جديده هذه. دوك نشوفوا واش راح تستعمل بالقرعه وشامبينيون. وفي تحليه جبت لنا دي براوني بالشوكولا ونقدروا نزيدوا لهم الجوز ولا اي حاجه تكون توفره في المنزل. واش حبيتي لي قولي لي نعاودك. دونك نو نو سافا بور لو مومون. نجيبوا القدره تاعنا. اها جو مي فيها لي زانغريزيون. ندير البصل هكايا مقطع غروسيغمون بس من بعد يترحم كبير يعني. وي فوالا. واش ثاني؟ الزروبيه. شحال استعملتي بصل وزروبيه؟ الوغ بصل درت حبه كبيره بصل، وزروبيه درت ثلاثه كبار ولا اربعه موين. فوالا بصل ماشي كبار بزاف. بزاف؟ لا لا زرودي داك كبار والبصل حبه حبه بصل شويه تري بيان. اها واش تزيدي؟ باش نقلوهم مع بعض هكا. ديري واحد المغرف هكا. نسيت كفيه ماشي حاجه باسكو سي تو شويه
ما فلفل الكحل. خصاتكم مغرفة هنا هنا نجي فهمتيني مغرفة صغيرة لا كاين سينو معليش معليش هاتي هادي هي باني ضخمة فوالا. إذا حنبداو بوصفة الحساء بالجزر والتون دوك نشوفو كيفاش غتستعملو لكم مقاديرها كانت حبة بصل بات زروزية كبار ولا جزر كبار دارت شحال درتي ملعقة محاك داك يا أخي ملعقة مغكاغين وي واش ثاني تاع فلفل الكحل تاع فلفل الكحل فوالا يعطيك الصحه. نعاودو نذكروا برك المشاهدين تاعنا انهم يقدروا يتصلوا بنا من خلال الرقم لو ظهر اسفل الشاشه. الو شيف شيف ليلى اللي ولا عندكم سؤال فيما يخص المطبخ راح تحاول انها تجاوبكم. كذلك الناس اللي ما عندهاش الوقت باش تقعد في الدار وتشوف القناه عندكم كذلك البث المباشر اللي راهو على القناه الرسميه على الفيسبوك للشروق تي في اللي حنحاول ندخل في البث المباشر هذا باش نوري لكم برك الصفحه الرسميه وكذا التعليقات. اونتخ تو نستقبلوا اول اتصال لنهار اليوم ونقولوا الو مساء الخير. الو مساء النور. الو 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 وي مساء النور. الو مساء الخير. واش راكي الاخت اكرام لاباس؟ لاباس وانتيا؟ ولا غير لاباس الحمد لله انتيا لاباس؟ ولا غير لاباس. قولي كي برك طلعوا لي برك شويه في الصوت باش نقدر نسمع المتصله. قولي لي شكون معنا ومنين؟ بسمة من قصر شلالة. بسمة واش راكي؟ لاباس الحمد لله انتيا واش راكي؟ ولا غير لاباس هذه غيبة. الله لا يغيبك نرحبوا بالشيف معانا. الله يسلمك. هاي معك الشيف ليلى. الو مساء النور واش راكي اختي؟ مساء الخير صافا لاباس؟ ولا غير لاباس الحمد لله. مرحبا بك. الله يسلمك مرحبا بك انتي باني بالتوفيق ان شاء الله. عايشك ميرسي بوكو. شكرا لك. عايشك. بسمة كي تجربي شوية الوصفات؟ ولا غاني نجرب راني درت هذيك اللوبيا اللي دارت هذيك المره شاف ناديه. هاي آه كيف جاتك؟ واه جاتني شابه ما شاء الله. الله يسلمك. هاي تخي بيا كي راكي تجربي كاع لاباس. والله غير يعني نطلب منها البقلاوه تاع لاباط فيلو. هي ولا الاخت بشرى؟ راكي تسناي في البقلاوه؟ اي راني نتسنى في البقلاوه الاخت اكرام. شوفي ولا غير طلبوها منها بزاف حيكون في الاعداد المقبله ان شاء الله البقلاوه. ان شاء الله اخت اكرام نورة اختي راه تبلغ لك السلام بزاف. الله يسلمك سلمي عليها بزاف بزاف يعطيك الصحة. حابة تحكي معك معليش؟ تفضلي. هيا صح. الو السلام عليكم. مساء الخير واش راكي نورة؟ واش راكي الاخت اكرام؟ لاباس بخير؟ ولا غير لاباس الحمد لله وحشتك وشحال وين ما نشوفك نعيط نعيط ولا والله ماني نحكم. الله يسلمك حبيبتي ربي يحفظك تعيشي شكرا لك. راكي منوره الشاشه الله يبارك. الله يسلمك بنورك حبيبتي والله غير بنورك. واش راهي لاباس عليها؟ نعم قلت لك الشيخ راه اللي معك هاي لاباس عليها. هاي لاباس عليها هاي معك الشيخ ليلى. الحمد لله تمام ان شاء الله اختي واش راكي لاباس؟ تخي جونتي تعيشي سافا تخي بيان وانتيا سافا؟ ولا لاباس بون كوراج الحمد لله ميرسي بوكو تعيشي. فيكم راكم هايله اخت اكرام راكي روعه. الله يسلمك تعيشي شكرا. تحيه كبيره للاخت سميه ثاني. تحيه كبيره ليها سميه. ان شاء الله ربي يهنيها. ان شاء الله يا ربي وانتم ثاني ان شاء الله ربي يهنيكم. الله يسلمك خيتي هاي اليوم ما نطولش عليك. يعطيك الصحة شكرا لك نورة شكرا لبسمة. يعطيك الصحة الله يفي روحك على خير شكرا لك. الوغ ليلى وين راكي لاحقة واش راكي ديري؟ نوجد لاباط تاع لاكيش. داكور واش درتي كامل في البول تاعك؟ درت دو كغوس كيغ تاع المارغارين ابو بخي 100 غرام دو مارغارين. 100 غرام تاع مارغارين. 100 غرام تاع مارغارين وعندي هنايا 200 غرام دو فارين دونك نزيد شوية بالك تلحق حتى 200 غرام تاع فارينة. فوالا. كنزيد مغرفه تاع خميره داكور فوالا ونطمهم بالماء. هذا فيما يخص هذه فيما يخص لاباط تاع لاكيش ومن بعد نديرها ترتاح في الفريجيدور ومن بعد جو باس داكور. انا نخليك تكملي لاباط تاعك ليلى نروح نشوف برك التعليقات اللي راهم في البث المباشر لقناه الشروق دائما فنقراو ونحاولوا انه نقراو دائما كما قلت لكم مشاهدينا نقراو التعليقات بوكو بلوس اللي فيها الاسئله لانه كاين الناس باش تستفاد من السؤال تاعهم طبعا والناس ثاني اللي يتشاهد راهي بالك تحاول تعيط الى غير ذلك فراح تستفاد من الاسئله تاع الاخرين. راني نسي نقرا راني نشوف برك التعليقات اللي فيها الاسئله لا سوب تاع الدجاج والفخوماج ان شاء الله حتكون في الاعداد المقبله. تاع
تعليقاتكم انا نقراو فيها مشاهدينا الكرام حتى الاسئله كاينه ديمونديو ثاني المطلوع ف هيكون ان شاء الله قلنا لكم اعداد خاصه بشهر رمضان راح يكون كاين دي غوسات وشنو ما يكونوش قبل رمضان بزاف باسكو خافوا تنساو لانه في شهر رمضان حيكون برنامج الو شيف فكل يوم كتنوضي صباح سيداتي ولا المشاهدين كاملة يشوفوا فينا اكو حين تلقاو كامل الوصفات يعني كل يوم حيجوز برنامج الو شيف بوصفه جديده بتحليه جديده مقبلات جدد كذلك نتمنوا انهم راحين يعجبوكم جربوهم كذلك وينجحوا لكم طيب يعني نكملوا في استقبال اتصالات المشاهدين تاعنا ونقولوا الو مساء الخير لام تسنيم من الجزائر العاصمه الو السلام عليكم واش راكي لاباس لا الحمد لله شكون هذه تسنيم لا دايره حاله شتي يعني فقت لا واش راكي لاباس كي مليحه راكم لاباس راكم ملاح ولا غير الحمد لله وانتيا الحمد لله ولا غير نحبوك اكرام الله يسلمك حبيبتي ربي يحفظك تعيشي لا غير نحبوك انا اكثر تعيشي شكرا لك صحه سامحيني وراكم لاباس ولا غير لاباس وانتي كش ما كيطيبي كش ما كتجربي الوصفات رانا مع الشتوى رانا جايبه اليوم هاي شويه سخانه الحمد لله هاي الحمد لله يا ربي قريب يجي ربيع ما بقالوش ان شاء الله قبل رمضان استقبلوه ان شاء الله انا ما نكذبش عليك انا ولا غير نحب ربيع ماني نستنى فيه بفارغ الصبر انا نحب الصيف ربيع والصيف المهم كنشافك الشتاء النهار قصير تمتمي خلاص تما تحسي بلي ما درتي والو مي في الصيف وفي ربيع صافا عندك الوقت شويه صح والله العظيم صح قولي لي واش راكي شاف لاباس صافا تخي بيان الحمد لله وانتي صافا مرحبا بك معنا لا الله يسلمك بون كوراج بدايه موفقه ان شاء الله ميرسي بوكو ان شاء الله ميرسي ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله قولي لي ام تسنيم كاش وصفه كي حابه تشوفيها في الاعداد المقبله ما ولا غيركم موفين وكفيين الحمد لله شكرا لك يعطيك الصحه كاش وصفه ولا كتبي لنا ولا عيطي لنا ما كاش مشكل يعطيك الصحه اختي اكرام ان شاء الله يعطيك الصحه انت ثاني شكرا لك بسلامه صحيح يعطيك الصحه بسلامه صح الوغ نعاود نولي للشيف ليلى ونعاود نذكركم برك بالوصفات اللي حضرتهم لنا لنهار اليوم كانت حضرت لنا حساء الجزر اللي راح تزيد فيه اضافه جديده اللي هو طون يعني طون بايط كيما اللي عندكم في الدار تقدروا تستعملوه تاع الطوماطيش لازم يكون تاع الطوماطيش لازم يكون تاع الطوماطيش عندنا كذلك الكيش بالقرعه وثاني الشامبينيون ولا الفطر اللي راكم تشوفوا الطريقه تاعو بدينا بلاباط لاباط كنت حطيتي فيها 100 غرام تاع زبده ولا مارغارين نقولوا الفارينه شحال درتي؟ واحد 200 غرام تاع لافارين 200 غرام تاع لافارين وكذلك الخميره اكزاكتومون وطميت بالماء فوالا هاي تخي بيان دونك هذه فيما يخص لاباط تاعنا ولا العجينه تاعنا لنهار اليوم اضافه الى ذلك عندنا فئه تحليه لي براوني اللي رايحين نشوفوا طريقة تاعهم فيما بعد الوغ بور لو مومون نوجد لاباط برك ندير نخلط بيديا باسكو هاي تخي بيان تلاصق شويه فوالا ونديرها داخل الفريجيدار تريح هكا خلاص نطمت سي بون وي ما بقالهاش بزاف برك شويه فارينه باسكو جات شويه مايعه قولي لي ليلى كيفاش ليكسبيريونس تاعك اليوم عندنا في الكوزينه سافا شويه ستريس شويه مي الحمد لله هي الخطره الاولى دائما هكا فيكي ليكيب يعطيكم الصحه دونك نو تخي بيان الحمد لله اي بيان دونك ليلى برك نقول لكم انه تعاود تهضر هكا بالفرونسي تولي سافوا غير شويه باش تعاود تولي تهضر بالعربي نو هي الحاجه اللي حنا اللي والفناها دائما في الدار تو كاين ديمو اللي ننطقوهم بالفرونسي ف كامل المشاهدين انا نحاول انه نعاود دائما المقادير بالعربيه ولا بالدرجه تاعنا باش يفهموا كامل الجمهور اتوانا اللي يتبعوا فينا ولينوجوا لهم تحية كبيرة إذا مشاهدينا نعاود نذكركم بالرقم لو ظهر أسفل الشاشة اللي هو 023 70 92 94 ونروح عند شيف ليلى نشوفوا لاسوب تاعنا دونك لاسوب مرقتها شوية درت لها شوية ماء سخون قريتها شوية بلا مارغارين هذيك ودرت لها دوكا ماء سخون هاي تغلي شوية دوك نزيد نفرغ لها أونكوغ نبدا ندير لا فارس تاع لاكيش الحشوة تاع لاكيش تاعنا دونك لاكيش Donc, je vais te laisser les repères. Inch'Allah. Voilà. Voilà, donc pour la farce, le hachoua ta'la kish, nous avons
حب ابصل كبيره ولا زوج صغار اخضر استعملت الاخضر دو بريفيرونس فوالا اها فوالا نقلي شويه البصل افيك لا مارغارين توجور مارغارين سامعيش كان الزيت انت ليلى ما نحبش بزاف الزيت صحيه لا مارغارين اون فالقيت وحده ما تستعملش الزيت بزاف وكانت صحيه اها شويه مارغارين نقلي البصل تاعنا الاخضر وي شحال استعملتي بصل هنا ابيبخي وحده كبيره وحده كبيره ولا زوج صغار تاع دي بون تحبوا غير فات ملح و لا فلفل كحل ميم با غير فات شويه عمرت فريمون هاي تخيل نخلوهم يتقلاو غير شويه باسكو باش ما يدوش كومبليتوم البصل هذاك باسكو نسحقوه لازم تكون شويه على تيكستور تاع البصل فلاكيش الريحة تاع لا سوب ميم مازال ما كملت طيبت بصح والله راهي تخرج الريحة تاعها والله فوالا فنكملوا في استقبال اتصالات المشاهدين تاعنا اونتخ تون كو تشوفوا في الشاشة شاف ليلى كيفاش راهي تحضر في الحشوة تاع لاكيش تاعنا قولوا الو مساء الخير لاتصال اخر الو 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 مساء النور الو 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 مساء الخير الو أني نسمع فيك أخت سلام أخت إكرام وش راكي سافا؟ ألو أني نسمع فيك الأخت كي راكي أختي إكرام؟ ولا غير غاية وأنت؟ الحمد لله الحمد لله سيدي بلعباس؟ نعم هاي تخي بيا كي نقولوا سيدي بلعباس نتفكر توجور الزميل تاعنا أنس السناح نوجهوا له راكي منورة الشاشة أختي نحبوك الله يسلمك حبيبتي شكرا لك أنا أكثر والله العظيم أكيد تسمعي فيا؟ قطع الاتصال على ما اظن قطع الاتصال ولا لا راحت شكرا لك ريضه يعطيك صحه لا معليش الو غليله دونك سي بون كاين شويه على الوصفات شويه البصل ها دوك يدوب غير شويه نديرو القرعه ويطيبو انصوم يطيبو كيف كيف نغطيهم ومن بعد نوجد لا كريم فريش حتزيديها مع البصل هذاك على فا ندير كي نحط كي ندير لاباط داخل المول نرمي الخضره تاعي بلي شامبينيون من بعد نفرغ لها من الفوق البيض ولا كريم فريش فوالا والفرماج بيان سور والفرماج فوالا نعاود لكم برك المقادير لكامل الناس اللي تشاهد فينا فيما يخص وصفه حساء بالجزر راح يكون عندنا حبه كبيره تاع بصل حبه كبيره تاع بصل ثلاث حبات جزر ولا ثلاث حبات زروديه درنا غير فاتا مارغارين ملح فلفل كحل هذا واش درنا يا خي ليلى ملح فلفل كحل ومرقناه بشويه ماء وخليناها طيب من بعد نشوفوا الباقي من بعد كي طيب كومبليتمون نرحيوها ونفرغوا لها طونطومات ما فيهاش حاجه كبيره ماشي ماشي ما فيهاش بزاف مقادير وما فيهاش خدمه بزاف وبنينه فيما يخص العجينه تاع الكيش تاعنا اللي حيكون كيش ب قرعه والفطر فيما يخص العجينه كنا درنا 100 غرام تاع مارغارين شحال فارينا برك سامحيني ليلى عاودي فكري 250 غرام 150 غرام 250 غرام 250 غرام تاع فارينا مع 100 غرام تاع زبده اونفا مارغارين واش ثاني درتي لها العجينه الخميره مغرفه خميره ومغرفه ملح ومغرفه ملح تخلوها ترتاح شويه ونروحوا للحشوه تاعنا اللي بدات شاف ليلى في تحضيرها هنا كنا درنا حبه بصل كبيره خضراء البصل الاخضر بيان سور زدنا شويه مارغارين ولا مغرفه مارغارين باش نيفيتيو الزيت كما قالت لكم شاف ليلى يعني الناس اللي ما يقدروش ياكلوا بزاف الزيت والكغا فلفل كحل وملح ونخلوهم يتقلاو اونتخ تون راهي دير في باقي ولا ليتاب الثانيه ولا طريق يعني لا سويت تاع الحشوه تاعنا وين دارت هنايا لو فرماج فرماج زوج حبات بيض لا كريم فريش فوالا زوج حبات بيض كريمه طازجه جبن ليكيد كريمه ليكيد وجبن واش ثاني وفلفل كحل فلفل كحل والملح فوالا دوك نخلطوهم برك ملاح اوكي جبد لو فوين نخلطهم بهذا اخر ما ديريش لو بغا نو با فورسيمون يا داكور هيتي نايمه تحيه كبيره لكامل طاقم برنامج الو شيف وكامل ثاني لي شيف اللي جازوا معنا وكذا دابت شويه هكا دوكا نزيدو نخلطو له القرعه القرعه اوكي
فوالا تما البصل كي يتقلى شويه نخلطو شويه بركه باسكو يذوب بالخف هذاك البصل الاخضر. داكو تما فيما يخص الحشوه كما قلنا لكم كنا درنا حبه بصل خضراء كبيره، فلفل الكحل، ملح، مغرفه مارغارين باش نقليو البصل تاعنا. كي نشوفوه يتقلى شويه نزيدو شحال درتي قرعه؟ حبه، زوج حبات كبار، حبه كبيره، حبات كبار، زوج حبات كبار. فوالا فوالا نخلوهم يتقلاو. نكمل نمرق على السوب هذيك. تفضلي نفرغ لها برك الماء ونخليها طيب بعقلها. داكا رقم تاعنا وظاهر دائما اسفل الشاشه مشاهدينا، نعاود نذكركم به هو 023 70 92 94. دائما من خلال هذا الرقم تقدروا تواصلوا معنا، تواصلوا مع الشيف ليلى وكذا لي شيف اللي يكونوا دائما حاضرين معنا في مطبخ الو شيف. ونقولوا الو مساء الخير. الو 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 مساء الخير. مساء النور. وش راكي؟ صافا الحمد لله. الحمد لله يا ربي. تفضلي ليلى. كون معنا. معكم فايزه. فايزه منين؟ باب حسن. باب حسن ما كاينش بعيده غير هنا تاوعنا. الله يسلمك. قولي لي فايزه. نعم. راكي تجربي شويه الوصفات ولا لا؟ لا. من داك من داك هكا ساعه على ساعه. ساعه على ساعه ما طيبيش بزاف. ما تدخليش بزاف في الكوزينه. فيني من داك هكذا ساعه على ساعه. ثلاث ساعة انت باينه ماشي مزوجه بها ما تدخليش الكوزينه سينو تدخلي انت كيما انا ما ندخلوش كاع الكوزينه خاطيني من داك. يا معليش بصح تبعي الو شيف كومام بيان سور تبعها. تري بيان. كاش وصفه كي حابه تشوفيها بالك تنفح لك تدخلي الكوزينه تجربي؟ وي هاني حابه وصفه القلب اللوز. قلب اللوز هيا خلاص ان شاء الله. شوفي قلب اللوز هادو ما كيكون قريب شويه رمضان تما فيفغيي هذا مع لافا نبداو ان شاء الله نديروا هاد الوصفات ان شاء الله. معليش يا اخي. معليش معليش. هيا تخي بيان. تحبي اونتخ تون دي بانيوك بكاش وصفه ما كاش مشكل؟ لا 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 معليش انا حبيت برك القلب اللوز. هيا خلاص ان شاء الله. انت تدخلي شويه سوغ انترنت في يوتيوب تو سام؟ ايه بيان سور. شوفي كاين وصفه تاع القلب اللوز ولا حبيت يعني من درك تشوفيها قبل ما نعاودوها احنا اون توكا نعاودوها لكن العام اللي فات شاف ناديا كان دارتها العام اللي فات ولو العام اللي فات فكنت تدخلي تكتبي وصفه قلب اللوز الو شاف تخرج لك نورمالمون في يوتيوب في القناه الرسميه لشروق تي في طبعا. معليش انا حبه تاع السنا. السنا كي حبه هذا العام. تاع هذا العام تاع 2023. انت ماكيش حابه طيبي ماكيش سيريوز. والله انا حابه تاع قلب اللوز تاع السنه تاع 2023 محشي ويكون خلاص ان شاء الله. ماشي مشكل ماشي مشكل ان شاء الله يا با بروبليم. شكرا لك فايزه. كاش ما عندك سؤال كاش ما عندك حاجه تفضلي قبل ما تروحي. لا لا برك حبيت القلب اللوز. ايه هذا ما كان ونشكركم. يا خلاص ماشي مشكل ان شاء الله حبيبتي. هذا ما كان يعطيكم الصحه معكم في الويكند. الله يسلمك حبيبتي ربي يخليك. تعيشي شكرا لك. الو ليلى واش خصك واش ما خصكش؟ دونك سافا راكي من 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 كي قريب تكملي خلاص وكيقعد لنا وقت بزاف. فوالا رحتي الوصفه تاع اللي بغاوني دوكا ندوب شوكولا مع لا مارغارين. شحال درتي الشوكولا؟ دير 200 غرام 200 غرام تاع شوكولا و 100 غرام تاع لا مارغارين. 100 غرام تاع لا مارغارين. فوالا دوك يذوبوا اونسومبل. 200 غرام تاع شوكولا تما تاع بليطه وحده؟ لا لا زوج. زوج اي صح. شوكولا نواغ لازم ثاني. خمر فندير لي فوندو لا ريسيت الوحيده اللي نعرفها. لي فوندو. وزاد لفت لي فيها. فوالا دونك زوج طابليطه تاع شوكولا ولا 200 غرام تاع شوكولا. 200 غرام تاع شوكولا مع 100 غرام تاع لا مارغارين. تاع لا مارغارين فوالا ذوبهم. يقدروا يديروهم في بان ماري دو بريفيرونس ديرهم في بان ماري بصح خفت ما يكفينيش الوقت دونك راني ندير هنا. لا لا يكفيك يكفيك وقتك اليز راكي. مي بون بيسك مع لا مارغارين تذوب نورمال با دو سوسي. يا تري بيان. واش طيبي بزاف في الدار ليلى؟ العفسه اللي تحبي طيبيها بزاف. نحب ندير لي غاتو بوكو بلوس. جادور فيغ لي غاتو جادور لي غاتو دانيفيرسير اي تو. تسمى الموسم الثاني تاع ميغ باتيسي كيما ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ماذا بيا. عجبك العدد الاول تبعتي شويه انت من المتتبعين تاع ميغ باتيسي في النسخه الفرنسيه؟ وي نحبو نحب نتبعو ميم هاد الخطره عجبني لي كونديدا تانيك بون كانوا ملاح تانيك دونك لي شيف اوسي
Non, j'ai adoré. Très bien. Nous avons une très grande شاف مهدي حاج مبارك نوجه له تحيه كبيره كبيره بزاف. وكذا مهدي داس في التنشيط وفي تنشيط البرنامج ولالوزا كذلك في لجنه التحكيم، فتحيه كبيره لهم، تحيه لكل المشتركين والمتسابقين اللي رانا نشوفوهم في الميور باتيسيي كل سبت على 9:40 على قناه الشروق تي في. دائما نشوفوا هذه البرامج الضخمه في قناه الشروق بنسختهم الجزائريه، يعني دائما ما نجيبوا برامج عالميه بنسخه جزائريه. فخلونا كذلك تعليقاتكم فيما يخص الوصفات اللي حابين تشوفوهم هنا في البرنامج من خلال البث المباشر. اللي حنحاول نعاود ندخل نقرا كل التعليقات. انا نقول لكم ونعاود انه بوكو بلوس نقرا تعليقات اللي فيها يعني الأسئلة باش الناس كامل يستفادوا منها. قولي البشرة ديرنا بقلاوة إن شاء الله، راهي في البروغرام إن شاء الله دير لكم بقلاوة قريوش كذلك إن شاء الله. سلام إكرام، لا 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 كتبوا لي سلام إكرام صح سوميا اليوم عرفتها. وجولة تحية كبيرة لسوميا سماش، نقول لها ربي يهنيك إن شاء الله. لا سوب تاع الدجاج والفخوماج كنا قريناها مقبله ان شاء الله. ديروا لنا عصبان ودواره، واش رايك شيفا؟ ديروا عصبان ودواره في عصبان. باغ كونطر عصبان ما نعرفلوش. اه وي فريمون، مش انا موافقه نديرو في الدار. هيا خلاص معليش، كل واحد فاش متخصص في الدار، ماشي كامل ماشي كامل الناس يعني تلقاهم متخصصين في حاجه يعني مخالفه على الحاجه الاخرى، تلقاي دائما وصفه من الوصفات واحد متميز فيها. سي صح. فشاف ليلى انا نخليك تكملي برك في الوصفه تاعك، نعاودوا نولوا نعاودوا نقولوا لهم كاع واش درنا هنايا. معليش قبل ما نروحوا فيت في الفاصل، كنا درنا 200 غرام تاع الشوكولاته اللي هما دو تابلت دو شوكولا، يعني زوج لي تابلت تاع الشوكولا مع 100 غرام تاع المارغارين درناهم يذوبوا، فتحصلنا على هذا الخليط كما راكم تشوفوا. شوفوا مع شيفا برك. فوالا خليط دائم، دونك نخلوه برك يبرد شويه باش نقدروا نخلطوه مع البيض والافارين اللي درتهم دوكا والسكر. اي بيان. من بعد في يعني سالادي واحد اخر ولا اللي نخلطوه فيه ما بيش اسمه هذا يا ريسيبيون ريسيبيون فوالا. نديروا شحال درنا؟ ثلاث حبات بيض. وي ثلاث حبات بيض مع 100 غرام سكر و 80 غرام فارينه. 100 غرام سكر و 80 غرام فارينه، ونخلطوا شويه الجوز. اللي ما عندوش يقدر يدير دي بونبون ثاني هكا. يقدروا بيان سور. ماشي لازم يكون الجوز. الشوكولا لي بيبي دو فروي كيما رانا نشوفوا. لي بيبي دو شوكولا ثانيك فوالا اكزاكتو. هادو نقدروا نستعملوهم، سامحيني برك لينا. هادو ما تقدروا تستعملوهم في وصفه اليوم. هاي ليك تقدروا تستعملوهم الناس اللي ما عندهمش الجوز. ابخي ذوق اختيار، يعني اللي يحب الجوز يدير الجوز، اللي يحب الحلويات هذوك الصغار اللي يجوا ثاني ملونه يقدروا يستعملوهم. لي بيبي دو فروي، بيبي دو شوكولا، بزاف حوايج يقدروا يستعملوهم في هاد لا روسيت، تبقى اختياري. فانا نخليكم تريحوا شويه مشاهدينا الكرام، بعدو راجعين باش نكملوا باقي وصفات شيف ليلى لعدد اليوم برنامج الو شيف. مشاهدينا الكرام دائما مكملين معكم في برنامج الو شيف، واليوم تحقت بنا كما كل يوم خميس عندنا شيف يطلع لنا. فشيف ليلى اللي كانت جاتنا من الجزائر العاصمه، هاكا ليلى من الجزائر العاصمه. ليلى قولي لي واش ديري في حياتك؟ واش عرفينا شويه عليك. عامله في شركه وطنيه. داكا فوالا متزوجه. هي طيبة متزوجة باش ما يعيطوش يخطبوا. قولي لي ليلى كيفاش توفقي بين البرا والداخل بما انك تحبي الطبخ فما كاش منها تدخلي وما تطيبيش؟ وي دونك واعرة شوية. واعرة نخرج من الخدمة بون 4:30 جينيرالمون ولا سيركيلاسيون. سيركيلاسيون ما نجيبش الحق للدار تو. ومن بعد بون نبدا نطيب اوبليجي باسكو عندنا حنايا سي لي فام اللي يطيبوا. تحبي هذه الحاجة. ونحب ثاني نحب نطيب اوسي. فوالا. و جينيرالمون بون من داك ما عنديش الوقت باش ندير كاطو اي تو، مي نسي جيساي نسي ندير كل يوم كاطو. والزوج ثاني كيحب ياكل لي كاطو سورتو تاع الشوكولا دونك فوالا. هاي تري بيان. فاليوم التحليه تاعنا كانت تحليه البراوني. تحليه البراوني يعني كاين بزاف ناس اللي يعرفوها،
ميم الناس اللي ما يعرفوش نقول لهم انه تحليه بزاف هايله بزاف رائعه تجي عباك سختو اللي عشاق الشوكولاته كي يقولوا راح يحبوها بزاف. نعاود لهم المقادير تاع اكشاف ليلى يا اخي. دونك هنايا الشوكولا كنا درنا في اون كاسرول هكا ولا كسرونه هكا صغيره درنا فيها زوج تابليطه تاع الشوكولا ولا دو تابليت دو شوكولا اللي هما 200 غرام تاع الشوكولاته. كنا خلطنا لهم 100 غرام تاع مارغارين درناهم في النار ذوبناهم طانا هذاك لو ليكيد اللي شفتوه قبل ما نروحوا على الفاصل. في الريسيبيون دوزيام كنا درنا 3 حبات بيض 100 غرام تاع السكر و80 غرام تاع فارينة خلطناهم من بعد كي خلطنا كامل هذاك الخليط اللي كان هنا زدنا عليه لو ليكيد تاع الشوكولا ولا السائل تاع الشوكولا ولا الخليط تاع الشوكولا عفوا خلطناهم زدنا لهم شويه جوز اللي يكون مكسر يعني ماشي مرحي بزاف لكن يكون مكسر خشين. تقدروا تعوضوه بلي بيبي دو فروي تاع منتوجات الزاد تقدروا كذلك ديروا لي بونبون هذوك لي جو صغار بلي كولور تقدروا ديروا لي بيبي دو شوكولا لي بيبي دو شوكولا بلون كيما حبيتوا يقعد اختياري يعني هي لا باز لا باز تجيب الجوز جاب لي ربي يعني نورمالمون تجيب الجوز انا خيرت نزيد لها من فوقها شويه جوز هكايا داكور نتشبع هذا مكان اها يعني للتزيين للتزيين اوكي ومن بعد تحطيها الفوق تكوني سخنتيه ديجا خلاص هذا ما كان سهلة وي تكوني سخنتي الفوق اوكي وتحطيها طيب 180 درجة واحد شحال تكوني درتي تكوني درتي ديجا 180 180 خليه 20 مينوت هكذاك داكور نوري لهم برك ماشي حاجة بيان سور هكا بيان سور شوفوا برك مع شيفا شوفوا المول تاعنا تخي بيان هيا تري بيان ونحطوها في الفوق كما قالت لكم 180 درجه لمده 20 دقيقه تفضلي دونك نجبد لاباس نمشي نحطها هنايا هيا تري بيان دونك كملنا مع التحليه وي شاطره ليلى شاطره تمتم تحليه سي بون فوالا تحليه حاجه سهله خفيفه ماشي ما تديش نجبد لاباط تاع لاكيش كيما في التحليه هذه شفيله يقدروا يستغناو تماما على الجوز يعني يقدروا يديروها هكذاك برك يطيبوها يقدروا ياكلوها ديجا شيكولا وحدو بنين دونك نورمال يعطيك الصحه. نعاودوا نقولوا لاكيش دوكا اه فكريهم برك في المقادير تاع العجينه تاع لاكيش دونك 250 غرام فارينة 100 غرام مارغارين مغرفه تاع خميره وشويه ملح قرصه ملح فوالا هذا ما كان في مقصد راح برك من هنايا باش يشوفوا برك المشاهدين هاكي فين حلال برك اه جابتو دوكا وين حط انا اللي وين حطيتو هلا نورمال ولا جابتو البارح مازالني شافي انا الحلقه تاع البارح الحلال برك قولوا نائمه جبنا الحلال تاع العجينه وعندنا اتصال اخر دوك يجيك الحلال لينا ما تقلقيش اتصال اخر ونقولوا الو مساء الخير الو مساء النور مساء الخير اختي اكرام كيراكي ولا غرغايه وانت واش راكي لاباس الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي منين مع شكون معنا ومنين حليمه من سعيده قول حليمه من سعيده اه حليمه واش راكي حليمه لاباس الحمد لله وانت غايه لاباس راكي تباني عيانه ماكيش مريضه يا اخي لا ما رانيش مريضه غير شويه راني مع اول مره نهضر معاكم اه يا الحمد لله يا ربي مرحبا بك ان شاء الله ما تكونش اخر مره ان شاء الله يا ربي وانت غايه لاباس ولا غير لاباس وانت سقسي عليك الخير شاف لي حاجه لاباس شاف لي لاي معاك تفضلي مرحبا مرحبا بك الله يسلمك مرحبا بك انت معانا الله يسلمك عيشك راكم غايه لاباس عليكم صافا الحمد لله ولا الحمد لله وانتم الحمد لله يا ربي كراسه هاديه سعيده الله يبارك لاباس الحمد لله لاباس هي مليحه الحمد لله يا ربي شفتي الوصفه تاع شاف لي لاي نهار اليوم واه شفتها وعجبوني بزاف صح اه الحمد لله شفتهم وعجبوني مليح نعم نعم قطع الاتصال معليش المهم لا جبوك الوصفات تبعي باش تكملي تشوفي باقي الطريقه باش تقدري تجربيها في الدار دوكا عاودنا ولينا لاجينا تاعنا فتحوها مليح داكو شويه ما كي تبدا تلصق شويه نزيدو لها نزيدو لها شويه فانيلا داكو في حاجه هذه تجي ناقص هذا المول هكا وي هكذاك فوالا درت له لا فارين المول هذاك باش ما تلصقش لاكيش يقدروا باغ اكزومبل الناس اللي يحبوا البولي يزيدوا لها شويه بولي بيان سور يقدروا انا درت يعني وصفه اقتصاديه باش هكا كاع الجزائريين يقدروا يديروها يقدروا يجربوها تخي بيان
فيما يخص الحساء اوي طيب يعني ما حساء اوي طيب اوي طيب نعاود لهم برك درتو بالعاني هو الاول باش هكا هي بيان نشوفو برك عليه عاودكم برك المقادير تاع الحساء مشاهدينا الكرام عندنا حبه بصل كامله ثلاث حبات زروديه ولا ثلاث حبات تاع جزر عندنا كذلك مغرف مارغارين كبيره واش ثاني يا ربي الملح فلفل الكحل وكذلك واش درنا لهم هذا ما كان برقنا لهم بالماء بالماء وخلينا لهم يطيبوا مع كي يطيبوا مع لافان نشوفوا الاضافه تاع التون هذه كيفاش راح تكون مع هاد لا سوب اللي راني سيغ بلي حتكون بزاف بنينه لان طيبتها ليله ان شاء الله فوالا ومن بعد رحنا لاكيش تاعنا دائما مع الحساء لازم نمشيو معاها دي سالي حاجه يعني اللي تتوالم معاه فدرنا الكيش تاع القرعه والشامبينيون كيش تاع القرعه والشامبينيون ما فيهاش بزاف مقادير ما فيهاش بزاف لي زانغغيديون حاجه اقتصاديه حاجه خفيفه لا جينا كنا قلنا لكم مقادير تاعهم وعاودناهم فيما يخص الحشوه تاعنا كنا درنا حبه بصل كبيره خضراء درناها تقله في مغرف كبيره تاع مارغارين الملح فلفل كحل باينه ومن بعد زدنا لها زوج حبات قرعه كبار ومن بعد زدنا لها الا فكي تقلاو في زوج نزيدوا لهم شامبينيون ولا الفطر ومن بعد نجيبوهم واش نعاود نزيدو نحطوها نفرغوهم داخل لاكيش داخل لاباط دونك عاملك الفطر والقرعه كاراميليزاو مليح ومن بعد فوقهم نفرغوا الخليط تاعنا تاع لاكريم فريش مع البيض والفرماج اي بيان دوك ما نساوش نوجهوا تحيه كبيره لبدرو اللي دائما حاضر في الاستوديو شوفوا ميم كي تحبي تصوري لي بلا تاعك ولا لازم تقولي لبدرو عنده واحد لي بلا واحد المونتاج توت اوبسيون خلاص معيط له توت اوبسيون بدرو فنوجهوا له تحيه كبيره دائما ساهر على نجاح هذا البرنامج هو وكامل ليكيب تاع الو شاف تحيه كبيره لهم وتحيه كبيره لكامل الجمهور تاعنا اللي دائما وفي لهذا البرنامج ودائما يحاول انه يتصل رغم الضغط اللي دائما على الرقم تاع البرنامج اللي راهو دار اسفل الشاشه لكن دائما يحاولوا كاين ناس عام عامين باش حكمونا فصافي بليزير يعني شرف لينا انه ندوا هذا الوفاء وهذا الجمهور اللي يحبنا ويتبعنا دائما نعاودوا هنايا واش درنا برك شاف لينا احنا درنا لا كريم فريش كيفاش درناها خلطنا لا كريم فريش ليكيد واحد 30 سنتيلتر هكا كريم فريش ليكيد مع زوج مغارف كبار تاع فرماج فوندو جبن دائب درنا ثاني زوج حبات بيض ايه فوالا وملح فلفل الكحل هذا ما كان فوالا خرج لنا هذا الخليط دونك دوك نفرغوه فوق لا فارس تاعنا اللي درناها فوالا بس ما تتغطى كامل براتيكمون راكي ستريسي شويه ليلى هي هذا هو الاساس الضوئي هذا هو شوفي شوفي هذا هو المباشر شوفي والله غير راك لكنك اتقنتي كما يقولوا في البلا تاعك دائما عبالك لا بروميير اكسبيريونس في لا تيلي ماشي سهله الواحد يدخل ويطيب سورتو طيابه باك طياب وحدك ويا ربي لا ينجح لك ولا لا لا فيعطيك الصحه والله غير راكي في المستوى دونك سي با لا بان كامل ستريسي راكي في قناه الشروق دارك معكي مع عائلتك وكذلك ديري في بالك بلي المباشر هذا هو شوفي في المباشر يصراو ديكات ميم لي جورناليست جو بونس ميم تو شوفي والله غير على بالي حاجه سهله عليكم في التنشيط هو موهبه باسكو عباك تقراي الصحافه تقرايها في لونيفرسيتي تقرايها في الجامعه تقراي تقنيه الصحافه المكتوبه لكن كيفاش تقابلي الكاميرا اي تو سي فري كو تقرايها سي فري كو يعلموك بصح كي تقابلي الكاميرا انت والبيرسوناليتي تاعك انت والشخصيه تاعك انت والموهبه تاعك لانه كاين عباد بزاف ما قراوش صحافه لكن هما الاولين في التنشيط هما سي لي ميور في التنشيط فنوجه تحيه كبيره لكامل المنشطين والمنشطات قناه الشروق تي في كامل البرامج اللي رانا نشوفوا فيها ناجحه وكذا كل كيما نقولوا كل برنامج عنده الجمهور تاعو وعنده نسبة المشاهدة ديالو هنا كنتي زدتي لها الفخوماج باش تعطي ان كو ومن بعد نحطوها في الفوق شحال هذه تشدنا في الفوق واحد نص ساعة هكاك نورمالمون درجة 200 درجة هكاك اه يا 200 في نص ساعة 200 درجة ونفكركم برك باللي لاكيش 200 في نص ساعة والبراوني هو 180 في 20 مينوت هكاك 20 دقيقة جوستومون راح نطلع عليه ونشوف
بيان. دونك حنا نقرا شويه التعليقات تاع المشاهدين تاعنا في البث المباشر. هيا روحوا نقراو نطلعوا شويه التعليقات. وصفات تاع الشوفلور ان شاء الله يكونوا وصفات اسرار نجاح. تشارك مسكر تاع زمان، شوفي تشارك مسكر وهذوما بشرى، كون كتبتي لنا الكومونتير تاع بشرى البارح كون انا جاوبناك. تعرفي شويه الكاتو ليلى؟ تراديسيونيل شويه شويه. انت تعرفي واقي الكيك ديزاين و نعرف تراديسيونيل بصح نعتزلو شويه باسكو يجيني واعر. لازم حبه ولازم يكونوا كاع متقايسين ولازم ويتشافوا. ولازم يبات ثلاث ايام يومين كيما البارح. قال لك رضا قال لك المخبز بلاير سيتي فريمون بون تاع بشرى، نوجه لها تحيه ونقول لها يعطيك الصحه. فجينا لازم تبات، طليه لازم تبات جينا اللوز هذاك رضا اللي راه في الصوت قال لك من جينا كلها مسكين شحال من نهار تقعد طيب. يعني لي طالب تاعي اطفالي لديهم مشكل حساسيه في البيض والزبده والشوكولا، راني حابه حلويات اقتصاديه بدون اضافه شيء. اوكي دونك المشاهده تاعنا راهي تقول انه الاولاد تاعها عندهم مشكل ولا حساسيه في البيض الزبده والشوكولا كذلك، فحبت وصفات اقتصاديه وميم طون ما فيهمش هاد ثلاثه. نعرف كاين كاطو ما فيهش البيض والزبده، بون شوكولا جوسي نقدروا نستغناو عليها. بيض الزبده بيض والزبده خمي شويه بالك غربيه غربيه ما فيها ني بيض ني زبده. ما فيهاش البيض وتقديرها بالزيت. ها هي تخي بيان خلاص نديرو غربيه مالو فيف تراديسيونيل. لكن زيد نسقسي لي شاف تاعنا ونشوفوا لا كاين وصفات وحده اخرى نشوفوهم في الاعداد هذه ان شاء الله. وصفة العجينة قالوا لك ليلى، عاودي لهم وصفة العجينة. دونك 200 حوالي 200 غرام فرينة، 150 حتى 200 غرام فرينة. 100 غرام زبدة. مغرفة خميرة خميرة الخبز. فوالا. وقرصة ملح. هذا ما كان، هذا واش فيها العجينة؟ هذا ما كان، ما طميها بالماء. بالماء بيان سور، عينك ميزانك وين طمت؟ ميزانك انا خرجت لي شوية تلاصق، دونك تلا شوية فرينة على الآخر. داكور نروحوا لاتصال اخر ونقولوا الو مساء الخير. الو السلام عليكم. مساء الخير واش راكي؟ لاباس الحمد لله. مانيش نسمع فيك كامل، ما باليش اسكو الصوت من عندنا ليكيب ولا لازم متصله طلع لنا شويه في الصوت. هيا طلعي لنا شويه في الصوت تاعك باش نسمعوك مليح. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، واش راكي؟ ام اسماء ياك؟ ام اسماء مشلف. ام اسماء مشلف، واش راكي ام اسماء؟ لاباس الحمد لله، انت مغركم ملاح ولا غير لاباس؟ برك ماناش نسمعوا فيك بيان. اكيد تسمعي فينا ام اسماء؟ الو تري بيان، يعطيك الصحه، شكرا لك ام اسماء. واش راكي؟ واش راكي مع الصحه؟ لاباس الحمد لله، انت مغركم ملاح، راكم منورين الشاشه. الله يسلمك حبيبتي بنورك، ربي يعيشك. الحمد لله يا ربي. تبعتي الوصفات عن نهار اليوم؟ وي. واش رايك؟ توب. الله يسلمك. قولي ليلى انا ماشي انا اللي طيبت. يعطيك الصحة ميرسي، يعطيك الصحة ميرسي تعيشي. صحيتو ان شاء الله برك يعجبوكم. فوالا. قولي لي ام اسماء. راحت ام اسماء، معليش ام اسماء راحت. معليش نقول لها تعاود الاتصال بنا كاش عندها كاش سؤال ولا سينو تخلينا في التعليقات في البث المباشر اللي عندهم البث المباشر في قناة الشروق العامة ولا الصفحة الرسمية للفيسبوك. شوف أبالكم المخرج كل ما شد تليفون يقول لي حطي تليفون، مين نقرا لي كومنتير منين؟ نهبط التليفون، عبات لي قلت لي حطي تليفون يا ياسين. باني هيا خلاص عندك اون بار كبيره تاع الكيش اليوم. فوالا نقراو تعليقاتنا. عاودوا لي وصفات، هذا وين لحقت انا عاودوا لك الوصفات. الوصفات عندنا براوني بيا شوكولا، براوني كنا استعملنا فيه 100 غرام تاع زبده، 200 غرام تاع شوكولا اللي هما يجوا زوج طابليطات، خلطناهم مع بعض في النار، خرجنا هذاك الخليط تاع الشوكولا نخلوه ابان، نخلوه في دو كوتي، نحكموا الريسيبيون تاعنا نديروا فيه 3 حبات بيض، 80 غرام تاع فارينه و100 غرام تاع السكر هكا و3 حبات بيض ونخلطوهم
ومن بعد كي يكون عندنا هذاك لو ميلونج نعاودو نزيدو لهم لو ميلونج تاع الشوكولا نحطوهم في المول تاعنا. تحبوا تزيدوا لهم جوز مكسر كبير كبير، تحبوا تزيدوا لهم حلوى، تحبوا تزيدوا لهم لي بيبي دو فروي تاع الزاد، يعني اختياري. تحطوهم في 180 ولا 120؟ 180 درجة. شحال؟ 180. 180 درجة لمدة 20 دقيقة. بالنسبة لي الوصفة الثانية عندنا كيش بالقرعة والفطر كذلك، كنا استعملنا في لاجينا. عاودينا برك ليلى عاونيني ننسى نايا. دونك 250 حتى 300 غرام فارينة، 100 غرام زبدة ولا مارغارين وقرصة ملح وملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز. أموها تخلوها تريح شويه. بالنسبه للحشوه كنا درنا حبه بصل كبيره خضراء، درناها مع شويه ملح شويه فلفل كحل، قليناها في مغرف كبيره تاع مارغارين. من بعد زدنا لها القرعه، يعني كي يتقلل البصل نزيدوا القرعه زوج حبات كبار ونخلوهم يتقلاو، ومن بعد نزيدوا لهم الفطر ولا شامبينيون تاعنا. نحطوا الحشوه في العجينه تاعنا بعد ما حليناها وحطيناها في المول كما راكم تشوفوا. فيما يخص هاد لاكريم ليكيد واش كنتي درتي لها؟ درت لاكريم فريش ليكيد، خلطت لها زوج مغارف جبن دائب، زوج حبات بيض، وخلطها مع شويه ملح وفلفل كحل. فوالا درناها، درنا لها شويه الفرماج من الفوق. دوك حتحطها الشيف ليلى في 200 دوغري بوندون 30 مينوت، واحد 30 دقيقة. نعم واحد 30 دقيقة. فوالا هاكي بدا يحطيها دوكا باسكو قريب نروحوا الفاصل. عندنا كذلك نكمل لهم برك الوصفات. وصفة الحساء بالجزر، زوج حبات ثلاث حبات جزر كبار، حبة بصل قليناهم مع بعض في مغرف كبيرة تاع مارغارين، فلفل الكحل، الملح، ودرنا شوية ما وخليناهم يتقلاو. فيما بعد تكملوا تشوفوا باقي الوصفة. نكملوا في استقبال اتصالاتكم مشاهدينا الكرام وقولوا ألو مساء الخير. ألو مساء الخير لأم ياسر، راحت هنا ام ياسر ولا راحت رايده هضر لي هنا ماشي لهنا. فنقولوا برك للمتصلين لم دائما بالك يلحقوا وين يحكمونا وبعد ما نهضروش معهم يعاودوا فقط الاتصال، واللي ما قدروش يخلونا تعليقاتهم على الصفحه الرسميه لقناه الشروق على الفيسبوك. شكرا منوره الشاشه، ويبقى الامل دائما تخلي لنا تعليقات جميله فشكرا لك. عاودي وصفة التحلية ما باليش، اسكو قولي لي برك لا سمعتي دوكا ولا نزيد نعاودها لك باسكو الكومونتير راهو من الفوق. مقادير، عاودي المقادير راكم في قمة. هذا وين عاودنا المقادير؟ أم ياسين من مغنية هي معنا. ألو 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 الو اكرام مساء الخير، واش راكي؟ لاباس هايا مليحه ولا غير لاباس؟ وانتيا؟ الحمد لله. قولي لي ام ياسين معنا هكذا ولا راني غلطه؟ ام ياسين من مغنيه. با من مغنيه، كي راكي؟ لاباس هايا الحمد لله. بغيت نشكركم الله يحفظك، وراكي منوره الشاشه. الله يسلمك حبيبتي، بنورك دائما والله. شوفي الله يحفظك، بغيت غير بوشره دير شابو المقيره. وش دير لكم؟ المقيرط والشامية. المقيرط هكا وسمو مقروط صغير لا لا؟ المقيرط مقروط صغير. هذاك اللي يجي صغير. يا داكو ما كاش مشكل. وش ثاني؟ والشامية. والشامية يا خلاص. اكيد تحكي لي. ايوه ما نعرفش، خاطيني هاد الكاطو خاطيني. لا لا والله راح يكونوا ان شاء الله في الاعداد المقبله ان شاء الله ما كاش مشكل. الله يحفظك وصل لها الميساج ويسر. نعم قلت لك وصل لها الميساج. نوصل لها الميساج والله ما كاش مشكل حبيبتي، اصلا دوكا سيغ نشوف فيك. واه يعطيك الصحه، عجبوك الوصفه تاع اليوم؟ نعم. الو ام ياسين كي معايا؟ واه معاك. سمعينا من الهاتف بصح ما سمعيناش من التلفزيون تعيشي. واه عجبوك الوصفه تاع اليوم؟ لا شابين، لا حظك عجبتي البرامج جبتيها. يا خلاص كي تسييها بعثي لنا ولا عيطي لنا وقولي لنا كيفاش خرجت لك. اي صح ان شاء الله. حبك. شكرا لك يا راني قلت لك مخيرطه مشفيه. مخيرطه وشاميه قلتي لي يا خي. واه يحفظك يا كرام الله ينورك ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي ربي يحفظك ان شاء الله. هاكي حابة ترحي برك لاسوب؟ فوالا دونك حنرحي برك لاسوب. تفضلي برك ترحي.
صوري هكا باش ما طرشيش برك. صحيح عاودي شدي. اوكي يعطيك الصحه. اه يا بخير. مشاهدينا الكرام كملوا في تعليقات تابعكم دائما باش نشوفوا الاسئله خاصه فوالا بالنسبه للمقادير كنت عاودتهم برك ولا ما راح لكم كاش حاجه ولا عاودوا بعثوا لنا كبيره لكل المشاهدين تاعنا اللي يشاهدوا فينا من مختلف مناطق الوطن. كمل راني نقرا في التعليقات تاعكم، تعليقات ايجابيه كذلك، حتى الانتقادات البناءه رانا نقراو فيهم، نقول انتقادات بناءه وفقط. ف التعليقات الاخرين يعني اللي فيهم تعليقات هكاك برك طبعا ماناش حنا نقراوهم ما نشوفوهمش كامل، فدائما وين نقراو الاسئله التعليقات الايجابيه والانتقادات البناءه، لانه بالانتقادات تاعكم نزيدو نحاولوا انه نحسنوا من كل حاجه، يعني من الوصفات الحاجه اللي راكم حابين تشوفوها ان شاء الله راكم حابين تشوفوها هنا في البرنامج طبعا. وكما قال لكم المخرج، فالمخرج رائع جدا، يعني عندك ياسين بن عودة دائما حاضر في البلاطو في برنامج الو شيف. فنقول لكم كما قال لكم المخرج سي فغي انه اللي يحب يجرب بالستريس تاع الكاميرا اللي شافها يعني الخميس يقدروا يلتحقوا بنا هنا في البرنامج. كما شاف ليلى اليوم ليكسبيريونس تاعها ولا التجربه تاعها الاولى في التلفزيون، نشوفها انها تجربه ناجحه، لانك كنت شوفي كان عندك ستريس ما تقدريش ما يكونش عندك ستريس، باسكو شوفي واحد يكون عنده 10 سنين في لاتيلي يدخل ولا لا شيفا، هاي شيفا عندها اكسبيريونس، يدخل توجور يكون بهذاك لو ستريس، ما كاش منها تدخل ديريكتومون. فما بالك واحد يكون المره الاولى، وخاصه كما قلت لك في الكوزينه، لانه طياب شوفي والله طياب، يعني مين داك تكوني شاف في الدار وتتحرق لك حاجه ولا كاش ما يصرى لك، فيعني هذا كوغاج كبير، لان نحييك عليه شيف ليلى وتضحكتي بينا وقابلتي عباك شحال من واحد ويشوف فيك دوكا ولا يعرفك دوك تخرجي برا ان شاء الله برك نعجبهم ان شاء الله ان شاء الله، يعني حيكون بالك عدد مقبله زيدي ديري لنا كاش وصفات واحد اخرين اللي ما لا دوكا. واش درتي وين رحتي دوكا؟ رحت لعسوب فوالا، رحتها بالميكسور، هاي لك لا كولور تاع حاجه شويه صفراء دوكا نخلطوا لها لو طون. داكور نعطيك لو كويير. هاكي تفضلي. دونك هاوليك لو طون ديالنا بطن موان تاع لو طون طومات، نفتحوه شويه هكذايا باش ما يجيش. كي تكون باطا صغيره نستعملوا زوج. اه وي كي تكون باطا صغيره نستعملوا زوج زوج بايض. فوالا دونك هذايا كوم لو طون تاع لا طومات يعطي شويه لا كولور لا سوب. اه وي صح صح. ترد شويه حمراء. تسمى توازنيه بلا كولور تاع الطون. فوالا. ونحطوا لداخل. ما باطا موايان ولا زوج بايض ولا زوج صغار اكزاكتومون الكميه اللي استعملناها تاع لاسوب باش توالي معاها. دونك فيما يخص لاسوب سي بون سي بون لاسوب انا كملتها. لي براوني درتهم في الفريجيدار باش يبردوا. اه طابو سي بون. اه طابو. اه يلاه يبارك. دوك درت لاكيش طيب في الفور، هذا واش بقى؟ فوالا. اه وي صح دات لاكولور هذيك، دات لاكولور ما شاء الله. عيشك. هيا نشوف شي حمليها. اعطيني المغرفه هذيك، هاكي تشوفي الشفا ولا ندني لك هدايا؟ ها يعني جاي
هاي ليك. يعطيك الصحة شفاء، شكرا لك، شكرا لك ليلى. ميرسي مليم فيها. نورمالمون كملنا مع الوصفات تاعنا لنهار اليوم. نعاود نذكركم وصفتنا لنهار اليوم، عندنا كيش بالقرعة والفطر، عندنا كذلك لي براوني وشوكولا، براوني بالشوكولاتة، وحساء الجزر بالتونة. دونك نتمنوا انكم ديتو كامل المقادير لانه عاودناهم بليزيوغ فوا، فولا راح لكم كاش حاجة ولا كتبوا لنا في التعليقات ولا عيطوا لنا في الأعداد المقبلة. ما بقالناش بزاف الوقت، نروحوا على فاصل على ما أظن وقت الفاصل باش نعاودوا نولوا ونتلاقاو في ختام برنامج الو شيف. انا حبيت نقول لكم برك حاجه، الناس اللي يعني طيب وتعرف يعني الكوزينه على بالها باللي كي تدخل الكوزينه توجور يكون هذا كيما قلت لك ليلى، توجور يكون هذاك لو ريسك تاع الكوزينه. فكيما قلت انا دائما نحيي شاف ليلى على الجرأة تاعها لانه جات حضرت معنا هنايا، والناس اللي يشوفوا فيها شويه مستريسيه ما تحكموش عليها يعني، لازم تعرفوا باللي راهي في قناه كبيره وقناه فيها بزاف المشاهدين. ولا لا لا ليلى واش كيفاش كانت التجربه تاعك؟ شوفوا عاقله مسكينه، هي ديجا دوريجين جايه عاقله تسمى عايشك اليوم مسكينه، خلوها غير بشويه، روحوا لها غير بشويه. فوالا ان شاء الله نكون نلت في اعجاب الجمهور اللي راهم يشوفوا فينا، وان شاء الله الوصفات تاعي يكونوا عجبوكم ان شاء الله. اكسبيرونس هذه مليحه ان شاء الله، الاكرام اللي ادورابل. كيفاش كيف قبل ما تدخلي كيفاش كنتي؟ قولي لنا الصح، احكي لنا. كنت جيت ستريسي كنت بزاف، شفت البلاطو ديجا كبير، جو سي دي هذا اللي نشوفه في لا تيلي تو. وكي قالوا لك انت المخرج واش صرا لك؟ قالوا لي غنوليك الرياليزاتور. زاد خافت كثر. نو ان شاء الله يكون الحمد لله سون توس تري جونتي مومي اليز. هاي الحمد لله يا ربي. شكرا لك ليلى على كامل هذه الوصفات. راح نتلاقاو بعد الفاصل هنا في مائده التقديم باش تورينا كامل الاطباق تاعك. قولوا للمشاهدين تاعنا ما تروحوش بعيد، رانا راجعين لكم بعد هذا الفصل القصير باش تلاقوا في مائده التقديم كل الاطباق اللي شفتوهم في عدد اليوم برنامج الو شيف. جديد مشاهدينا الكرام، دائما في ختام برنامج الو شيف تلاقوا في مائده التقديم كل الوصفات اللي قدمتهم لنا الرائعه شيف ليلى، اللي نقولها يعطيك صحه ليلى. يسلمك، يعطيكم الصحه اكرام لهذه الاستضافه. يعطيك الصحه انت على الوصفات اللي الريحه راهي تضرب حتى لهنا، يعطيك الصحه. ان شاء الله واش قدمتي لنا اليوم؟ الوغ درت لكم دونك سوب حساء تاع الجزر فوالا، و طوماط، كيش تاع القرعه ولي شامبينيون فوالا بالفرماج، وعندنا هنا لي بروني تقدروا ديروهم بالجوز ولا واش عندكم في الدار، دونك لي فروي ساك، لي مونبون ولا واش تحبوا. قولي لي ليلى كيفاش كانت ليكسبيرونس تاعك معنا في الو شيف؟ لا والله غير سيتي اغريابل، عجبني الحال. استضافه هايله، الله يسلمك. احنا باش نزيدو نكملو نرحبوا بك ونضيفوك توسا دائما عندنا افوي تاعنا. حبي الجو تاع العنب. وي هاي هذا 100% ناتورال، شوفي ما فيه لا سكر لا مواد حافظه لا ملونات. دونك اعطيني نسربيك باش تكمل هذه القعده هذه الشابه اللي كنت ديتيها لنا انت بالاطباق تاعك الرائعه. شكرا. سي بون، شكرا. معليش معليش جيتي شوبي اليوم ماشي كل يوم. فوالا. مشاهدينا الكرام، نتمنوا انه كل الوصفات يكونوا عجبوكم لنهار اليوم. كنا قدمنا لكم كما قالت لكم شيف ليلى حساء الجزر، كيش بالقرعه والفطر، وكذا في التحليه عندنا لي بغوني. فولا عندكم اسئله فيما يخص هذه الوصفه تقدروا تعيطوا لنا في الاعداد المقبله. قعدوا اوفياء لبرنامج الو شيف وكذا لوصفه الو شيف واللي شيف ثاني تاع الو شيف. تلاقوا نهار السبت بما انه غدوه الجمعه ما نخدموش، فنقول لكم بون ويكاند للجميع، جمعه مباركه على الجميع كذلك. تلاقوا نهار السبت مع الشيف ناديه وصفات جدد، وصفات راح تحبوهم ان شاء الله في نفس القناه شروق تي في، نفس الموعد على الوحده ونص، ونفس البرنامج الو شيف. هلا وفي روحكم في الناس اللي تحبوهم. باي باي.